انا بطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح، طبعا بطالب بالترشح وباكد عليه كمان، وبطلب منه ان هو يترشح ويعلنها وبقوه، لان كلنا معاه لاسباب كتير جدا جدا جدا. اولا انه ايماني بانه اللي بيبني طالع، واللي بيبني بيتعب، وهو بيبني مصر جديده فعلا، بيبني دوله حقيقيه، بيبني دوله متماسكه، بيبني دوله فيها بنيه تحتيه تعيش لسنين طويله، مشروع زي مشروع حياة كريمة. يبقى طبعا لازم اطالبه انه يترشح، لان الراجل ده محل ثقة ومحل تأييد من انا شخصيا ومن كل اللي اعرفه. انا بقول الكلام ده وانا واحد من دمياط، اسمي السيد سليمان محامي، وبدعم السيد الرئيس وبطالبه بالترشح.